اللي مش هيعدي. روح السليمه وزي الفل يا باشا. انزل يلا من العربيه. ليه يا باشا بس؟ ما نروح السليمه وزي الفل. بقول لك انزل اروح امك. تعالى كلم الباشا. خدامك يا باشا، الرخصة السليمة وزي الفل. الا مين اللي حرق رماله؟ وربنا ما احنا يا باشا، احنا ناس في حالنا وما لناش في اللبش ده خالص، وبعدين الحمد لله ادينا مبلولين، يعني احنا لو كنا رحنا روما يبقى احنا اللي كنا بنطفيها سعادتك. تجري احنا يا باشا؟ ورانا اكل عيش. طب هراجع التاكسي وارجع لك على طول يا باشا. طب بلاش في الواد ونيجي نلعب براحتنا، ونجيب رابع ونديها ترنيب للصبح. لا دمك خفيف يالا، فتشوا العربية يا باشا. هو احنا لو بنتاجر في المخدرات كان ده بقى حالنا؟ والتجارة في العيال الصغيرة ما تكسبش برضو؟ براحة على الواد، الواد مبلول. ايه؟ لو سلمته ناشف هتنقص المقاولة؟ يا باشا ناشف ايه ومقاولة ايه؟ ده ابني. معاك بطاقته؟ بطاقته؟ هو في عيل معاه بطاقة سعادتك؟ ايه الإثبات على انه ابنك؟ انت يالا قول انا مين؟ انت هتفكر، انت هتودينا في داهيه. انت كمان بتهدد الواد، بتسجده قدامي. اغانى كده فهمت. بينا على اسم يا باشا. ايوه عربي، انا في شغل. اسم اسمي على الصبح يا عم. انت ايه اللي وداك الاسم؟ عايز ايه؟ يعني معكش حاجة تثبت ان انت ابو الواد اللي بره ده؟ يا باشا والله ما ينفع البهدلة دي، ما يغركش المنظر يعني، انا خريج معهد سياحة وفنادق، الزمن بس هو اللي مرمطني، مفيش حاجة يعني. تشرفنا يا اخويا، ترزع بره على من دهلك. ربنا يخليك لينا يا باشا. ايه يا عربي خير يا اخويا، في ايه؟ جبت الشهادة؟ ايوه ايوه. اخلص. اتفضل يا باشا، شهادة ميلاد الواد حسن عرب السيد، الواد حسن وانا عرب السيد. وده مين ده؟ ده المحامي بتاعي يا باشا. ايوه يا معلم. يا معلم بتلكع ايه بس؟ ربنا يعلم انا كنت في ايه؟ خلاص يا معلم. خلاص يا معلم انا جاي انا والتاكسي في الطريق اهو. ماشي السلام عليكم. هما لما خدوك جوه وسابونا بره عملوا ايه فيك يابا؟ عملوا فيك ايه يابا؟ حد يقدر يعمل في ابوك حاجه يا حسن؟ انت مش فاهم. اصل الضابط الكبير لما عرف ان انا موجود في القسم قام بعت لي يعني عشان يشرب معايا شاي ويعتذر لي على اللي حصل يا حسن. محدش يقدر يعمل في ابوك حاجه يا حسن. في حاجه باينه؟ ارفع يقط القميص عشان ما يحمرش. ما تقول الواد احسن. يلا يا حسن. رخص. نزل من العربيه. خليك انت هنا. صباح الفل سيادتك، الرخص سليمه وزي الفل، والله لا حرقنا روما ولا بنتاجر في العيال، والعيال في العربيه ده ابني وعنده 5 سنين، واحنا اسفين ان احنا ما عملنالوش بطاقه، بس احنا ماشيين في الاجراءات سيادتك. حريق روما ايه وعيال ايه؟ وفي عيال عنده 5 سنين بيطلع له بطاقه؟ ضارب حاجه يالا؟ الله، هو سيادتك مش معاهم ولا ايه؟ احنا جايين نبلغ ان العربيه دي فيها هيروين. ايه؟ هيروين؟ اهي دي جديده يا باشا. طب بذمتك في حد هيهرب بودره في عربيه 504؟ ما تجيش. ولا شرفني، يمكن مهربه ببطن الواد اللي معاك. طب نجيب جراح منين دلوقتي يشق بطن الواد ويشوف فيها بودره ولا لا؟ لا يا حبيبي، احنا هنتعب شويه ونفتش العربيه حته حته. فتش العربيه. يا خبر اسود، مرمطت التاكسي يا عربي. ايه ده؟ ايه اللي عملوا ده؟ خليتها سفنج يا عربي، حرام عليك يا اكي. انت عارف المره الكام دي يا عربي؟ عارف يا معلم. وعارف الوصل اللي حاصلني عليه؟ الوصل الكام يا عربي؟ عارف يا معلم. لما انت عارف حد قال لك ان انا فاتح حدكيه او خلفتك ونسيتك؟ خلاص بقى يا معلم حنفي، ده انت كبرنا والبركه بتاعتنا. انتوا خليتوا فيها كبير. معلش عربي غلبان، اعتبره عيل من عيالك وغلط. الله، انا ما غلطتش يا صلاح. اتفضل يا سيدي، بوظ لي ام العربيه وكمان مش عاجبه. بص يا عربي، هما كلمتين. واحد، الفلوس اللي عندك تجيلي. اتنين، انت وحماك تخلصوا المشاكل بتاعتكم دي، مش عايز اسمع مشاكل تاني. لا كده لا هقطع عيشك. خلاص يا معلم حنفي، فلوسك عندي. ايه ده يا صلاح؟ معلش يا عربي استنى بس.
خلصين يا عم. ماشي خلصين، يخلص مشاكله وبعدين يجيني. اه معلم، بالنسبه للعربيه الجديده هتسلمها لي امتى؟ تستلم هنا انت جننت وامي. يلا يا حسن، ده انت راجل غريب قوي. قول من قدامي يا والله راجل غريب قوي. لنا على النبي ابو نوسه. اقعد يا معلم. روق بقى يا عرب. اوه ابو غلاوه الواد حسن عندك، لا تروق وما تزعل نفسك. ما عادش نفسي ازاي بس يا صلاح؟ وبعدين انت ذنبك ايه تدفع فلوس؟ عيب عليك يا عرب، ما تقولش كده، ما تصغرناش يا اخي. هو احنا في بينا الكلام ده؟ وبعدين بصراحه كده الفلوس دي مش فلوسي، دي فلوسك انت. ازاي؟ في واحد جه امبارح عشان يديلك الظرف ده، فلما ما لقاكش اداهولي عشان اوصلهولك. ده مين ده بس اللي هيسيب لي فلوس؟ من طرف حماك جد دلوقتي. خيري منصور؟ ما رميتهمش في وشه ليه بس يا صلاح؟ يا عم انت في حد يرمي النعمه في وش حد يا عربي؟ والله العظيم يا رب. وبعدين انا عارف ان انت محتاج لكل مليم فيها يا عربي. يا عم انت مش فاهم حاجه. خيري منصور عايز يكسر عيني، بيديني فلوس من ناحيه ومن الناحيه الثانيه ياذيني في لقمتي واكل عيشي. تحرم عليا الفلوس اللي انا وابني يا صلاح، والفلوس دي راجعه. فلوسك ما تلزمناش يا حاج. ده انت بارد قوي يا اخي. فلوس وبعتها لابن بنتي، ايش حشرك انت؟ وبعدين اذا كنت ببعت له حاجه عشان تعيشه لحد ما يجي يعيش معايا. لا، ما هو محدش هيصرف على حسن غيري. عايز نسيبهولك عشان ترجعهولي جثه زي ما عملت في بنتي؟ بنتك ماتت موتة ربنا، انت هتكفر بالله ولا ايه يا حاج؟ وانت تعرف ربنا؟ انت لو تعرفه ما كنتش خدتها غصب عني، ما كنتش سبتها تموت قدام عينيك. انت لو تعرف ربنا تجيبهولي يعيش معايا، بدل ما هو عايش معاك متمرمط في الحواري مع الصيع والجرابيع اللي زيك. الصيع والجرابيع اللي زيي؟ جرايا يا حاج خايل؟ تنسيت ان احنا من طينه واحده ولا ايه؟ ياكش بس هو ربنا فتحها عليك شويه. عارف يا حاج، رغم كل اللي عندك ده ربنا يزيدك. لو جيت فكرت هتلاقي ان من مصلحه حسن انه يقعد معايا. حسن دخل المدرسه يا حاج خيري، وبقى عايز حد بيعرف يقرا ويكتب عشان يذاكر للواد. يا انت جيت لي على الجرح كده. اه انا المفروض دلوقتي بقى ايدي تترعش واحط ايدي على قلبي واقول قلبي 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 بعد الكلام اللي انت قلته ده، مش كده؟ كلامك ده يأكد ان انت مرعوب من جواك. مرعوب؟ حاج خيري، اخر مرة اتحطينا في مقارنة مع بعض بنتك اللي من دمك اختارتني انا، هيجي ابني اللي من دمي اختارك انت؟ صعبة دي. امال انت جايلي لحد عندي ليه ما دام انت مطمن كده؟ انا لو منك اقعد في بيتي اشبع من ابني قبل المحكمة ما تحكم لي وما تشوفوش تاني. ماشي حق خير، يبقى بينا المحكمة. سلام. ازيك يا ابو السيد؟ ازيك انت عربي؟ ها بشرني، مش هتدفع حاجة من عليك؟ هما بقوا كام دلوقتي؟ 320 جنيه يا عربي. طب يعني ما ينفعش نخليهم 350؟ عربي ما تزعلش مني، ده اكل عيشي، ما يغركش المنظر يعني، ده انا عليا ديون متلتله. انا فاهم يا سيد، ربنا يقدرنا ونرد اللي علينا. تشكر. بقول لك ايه يا عربي؟